اهلا بكم معنا الى بانوراما الليله ونناقش فيها. ايران توسع دائره الخلافات مع الدول الغربيه بعد اعلانها تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي. والخلافات في السودان تدفع قادة الاحتجاجات للتلويح بورقة العصيان والعسكري يلوح بالانتخابات. أهلا بكم. مخاوف كبيرة عاشها الشعب الإيراني قبل عدة أشهر نتيجة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي. واليوم تتصاعد هذه المخاوف تحسبا لعقوبات دولية على نطاق أوسع قد تنتظر طهران بسبب قرارها تخفيض التزامها بالاتفاق النووي. الآن يخشى إيرانيون كثر الذهاب نحو وضع أسوأ وأكثر تعقيدا، فهم بصدد عقوبات دولية إضافة لعقوبات أمريكية مفروضة بالفعل، بل ومرشحة للزيادة مع توجه الأمريكيين نحو مواجهة أي تهديد إيراني لهم ولحلفائهم. ومعنا من موسكو تيمور دويدار المحلل السياسي، ومن نيويورك كاميليا انتخابي فرد الكاتبة الصحفية الإيرانية، ومن باريس ينضم إلينا الدكتور جمشيد أسدي الأكاديمي والمحلل السياسي. أهلا بكم جميعا ضيوف الكرام، والأبدأ أولا مع ضيفي من موسكو تيمور دويدار حول المراقبة الروسية لهذه التطورات على صعيد العلاقة بين إيران والعالم والعلاقة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وما هو متوقع. أشكرك سيدتي. فعلا يعني نحن نلاحظ من تصريحات السيد لافروف في الآونة الأخيرة أن يعني هناك ربما تراجع من قبل موسكو، من ليس بمعنى الكلمة دعم إيران، إنما بالوقوف إلى جانبه تجاه الصدام مع الغرب. فعندما تحدث لافروف عن المشروعات المشتركة لم يذكر سوى مكافحة الإرهاب، وهذا شيء يعني يدل على أشياء كثيرة، أن روسيا تخضع ربما للتيار الآتي من الغرب، في حين يعني موسكو تنتقد بالطبع عدم إيجاد آلية مصرفية أوروبية التي اقترحت ولم تفعل حتى الآن لتعمل بالتوازي مع الآلية الأمريكية المصرفية التي هي ضمن العقوبات ضد إيران. يعني روسيا من ناحية تدعم إيران معنويا الآن، لكن في نفس الوقت هناك إعادة حسابات. ولو نظرنا للقاء لافروف وبومبيو، هناك أحاديث جدية أو حوار جدي ليس في إطار المانشيتات، إنما فعلا يعني هناك تركيز على عدم انفلات للمواقف المختلفة في العالم، يعني ليس فقط إيران على حافة الهاوية. لكن كيف ممكن نفهم التصريح اللي قال فيه لافروف بأنه الولايات المتحدة الأمريكية هي، يعني ليس حرفيا ولكن بهذا المعنى، أن الولايات المتحدة الأمريكية هي السبب في هذا التصاعد بضغطها على إيران؟ طبعا يعني هو بالطبع يعني المفاجأة أتت من الولايات المتحدة، فعندما لافروف يقول ذلك فعلا هذا وقع. يعني هناك قرار أممي 2231
ينص على هذا المشروع النووي السلمي الإيراني، تلك الاتفاقية انسحبت الولايات المتحدة، بذلك شكلت خلل كبير، ثم أعادت العقوبات من طرف أحادي أمريكي يعني عالمي. الآن نسمع من فرنسا ودول أوروبية أخرى، ربما أوروبا تنظر إلى عقوبات ضد إيران، أي أن هناك احتمالية كبيرة لفعلا تصعيد، لكن لا أعتقد أنه عسكري. يعني هناك شيء مهم، يعني الإيرانيين يتحدثون على أنهم أو يهددون أنهم سوف يعيدون تشغيل أكار أو المفاعل النووي في أكار على الماء الثقيل. الماء الثقيل يعني للتوضيح، عند التشغيل بالماء الثقيل لا داعي لتخصيب اليورانيوم، أي عند استنتاج البلوتونيوم الحربي لا داعي للتخصيب، إنما يخصب يعني يتم تلقائيا. فبذلك هذا التهديد أن إيران سوف تمتلك، ربما إن تم المضي في هذا المشوار، تمتلك قدرة لأن يكون عندها رؤوس نووية. من ناحية أخرى، إن لم يفعلوا هذا الحراك الإيرانيين، سوف لن يتم أي حراك تماما في هذه القضية، وإيران مهددة اقتصاديا. فهناك مصالح للإيرانيين ومصالح، هناك شيء مهم في sanctions، ساعديني من فضلك، العقوبات الأمريكية، هناك عقوبات ثانوية أي ضد الدول الأخرى التي تتاجر مع إيران، تتعامل مع إيران اقتصاديا. هذا معروف واضح سيد تيمور. نعم. ولكن سأعود إليك، اسمح لي أن أذهب لكاميليا انتخابي، فرد الكاتبة الصحفية الإيرانية. مصالح دول أخرى. صحيح. كاميليا انتخابي فرد، ضيفتي من نيويورك، أهلا بك معنا. وواضح أن هناك تصريحات قوية، تصريحات شديدة من قبل القادة الإيرانيين، بينما العالم حتى بومبيو وزير الخارجية البريطاني، دول الاتحاد الأوروبي، هي تريد أن تنتظر أفعالا من إيران وليس فقط تصريحات، سيحاسبون على أفعالهم. هل إيران جادة في تصريحاتها هذه؟ أليس حتى الآن هي تتمتع بالحذر وما زالت تصريحاتها ملتبسة، لكن هل هي جادة في اختراق الاتفاق النووي؟ لا أعتقد بأنهم سوف يخرقون الاتفاق النووي لسبب بسيط، وهو هذه العقوبات التي جعلت إيران معزولة عن المجتمع الدولي والمنطقة، وإيران انهارت اقتصاديا، هناك ضغط كبير جدا على إيران، ما عاد بإمكانهم تحملها أو حتى دفعت الشعب للابتعاد عن دعم نظامه، وخاصة صندوق النقد الدولي يقول بأن نسبة التضخم في إيران بلغت 37% وستصبح أكثر من 40% أو 50% بغضون 2020، ونسبة البطالة 15%، وتجعل إيران بعد العراق الثاني أكثر دولة في الشرق الأوسط فيها هذه النسبة من البطالة. هذا يعطينا تلميحات بأن النظام يبحث بشكل يائس للتحاور مع الولايات المتحدة، ليس للمواجهة أو التصعيد. هم غير متأكدين كيفية إيجاد هذا السبيل للتحاور مع الولايات المتحدة، ولكنهم يطرقون أبواب مختلفة. سيد ظريف كان في نيويورك قبل أقل من أسبوعين وعارض حوار مباشر مع الولايات المتحدة على تبادل السجناء، أو ربما الأفضل نقول الرهائن في إيران، والذين رفضوا حتى ذكره، والرئيس ترامب لم يعر أي انتباه لذلك. طلب السيد ظريف من ذلك ومحادثة الأمريكاني بشكل مباشر، إضافة إلى أزمة الرهائن. فهناك عدة نقاط يود طرحها. إيران تريد التحدث والتحاور مع الولايات المتحدة بشكل مباشر عن البرنامج النووي، ولكن إذا أرادوا أن يخرقوا الاتفاق بإمكانهم انسحاب اليوم كما فعل ترامب في السنة الماضية، وهذه الإعفاءات التي قالوا بأنهم لن يبيعوا فائض اليورانيوم
اليوم المخصب كما حصل من قبل ليس بالأمر الهام، لأننا لا نعرف أولا كم أنتجت إيران، هذا الأمر في بالغ السرية، ربما زادوا نسبة الإنتاج لكي لا يتجاوزوا حد لوكادولي للطاقة الذرية وما سمحته لإيران. وكذلك الرئيس ترامب لم ينح أي استثناء لإيران لبيع هذه المنتجات في هذه الفترة الماضية. هناك بعض الأوراق التي تلعب إيران بحذر، وهذه المدة 60 يوما لأوروبا لتعثر على سبيل فتح قناة للتحدث مع رئيس ترامب. هم كما قلت لا يريدون يتحدثوا بشكل مباشر عن اتفاق النووي، فهذا الأمر محرج بالنسبة لهم، ولكنهم يريدون إيجاد السبيل لمنع الانتفاضة داخل إيران. هناك كثير من العمال في إيران اليوم طردوا من وظائفهم لأن الشركات أفلست، الاقتصاد مكسور وممزق، وليس بإمكانهم الانسحاب من الاتفاق، ومما سيدفع الاتحاد الأوروبي للوقوف إلى جانب رئيس ترامب. هم يريدون إيجاد السبيل ولكن لست متأكدة ما هو، ويريدون التحدث مع رئيس ترامب، وسنرى ما الخطوة التالية للإيرانيين والأمريكان أيضا خلال الأشهر القادمة. بالضبط، سنرى على ماذا الولايات المتحدة الأمريكية منفتحة، أو ما هي بوادر حسن النية التي يمكن أن تقدم إليها وتوافق عليها، طالما أنه مسألة الرهائن لم تثر اهتمام الرئيس ترامب. فيما كنت تتحدث فيه كميليا، دعونا نلقي نظرة على تأثير العقوبات السابقة والقائمة على إيران لنفهم ماذا يمكن أن يحدث لو تمت زيادة هذه العقوبات، ثم نتابع طبعا. ودكتور جمشيد أسدي ضيفنا من باريس الأكاديمي والمحلل السياسي، أرحب بك معنا وأبدأ معك بأنه حتى الآن، حتى هذه اللحظة الحقيقة، من إيران هي تمارس لعبة شد الحبل مع الولايات المتحدة الأمريكية. قرارات حقيقية وفاعلة تتخذها إيران لم تتخذ بعد، ما زالت ضمن السقوف المسموح بها، بعكس الولايات المتحدة الأمريكية التي يبدو أنها جادة هذه المرة في التعاطي مع إيران فيما لو تلاعبت بأي شيء له علاقة بالملف النووي الإيراني، أو له علاقة أيضا بالعقوبات التي فرضت على البنوك وعلى النفط والمصارف. الدول الأوروبية كانت دائما تحاول أن تكون وسيطا أو تحاول أن تخفف من أزمة إيران. الآن إذا ما تم التلاعب بالملف النووي الإيراني، ماذا سيكون موقف الدول الأوروبية؟ أولا، الكثيرون حللوا هذا الوضع والقرار الذي اتخذه الرئيس ترامب للخروج من هذا الاتفاق وفرض العقوبات على إيران. لا شك بأن هذا صحيح، ولكنه لم يكتمل بعد، لأن حتى إن كانت الولايات المتحدة ستستمر بالبقاء في هذا الاتفاق، فالعديد من الدول الأخرى ليس بإمكانها عقد أي صفقات أو المتاجرة مع إيران. لماذا؟ بسبب انعدام الشفافية في إيران. كما تعرفين فأن المؤتمر باليرمو طلب عدة مرات من الدول المختلفة للالتزام بهذا الاتفاق، وكذلك طلب من إيران، وإيران لم تلتزم إلى الآن. فحتى ضمن الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة فسيكون من الصعب جدا أن تكون هناك أي صفقات مع إيران، لأنه ما دامت هذه الصفقات ليست شفافة ولا يمكن تتبعها، فلمنع تمويل الاتفاقات الإيرانية لأي صفقات تعقدها إيران، سواء الأجهزة الطبية أو النقل
أو مهما كانت، فهذه نقطة في غاية الأهمية. نعم، الرئيس ترامب خرج من الاتفاق، ولكن حتى مع قراره فإن الوضع لإيران كان معقد للغاية. النقطة الثانية التي ذكرتها في سؤالك حول أوروبا، أعتقد بأن الأمر أكثر سياسي ما هو اقتصادي. ما الذي قالوه؟ قالوا ما دمنا لا نستطيع دفع أو استلام الأموال من إيران أو من وإلى إيران بسبب العقوبات الأمريكية، فنقوم بخلق قناة معينة ونقوم بنوع من المتاجرة والتبادل لكي نكون بحاجة إلى الأموال. ولكن هذا ليس ما قاله الأمريكيون. قالوا أن التعامل مع إيران أو أي صفقات مع إيران سوف تكون عرضة للعقوبات من قبل الولايات المتحدة. إذا فعلتم ذلك بالمال أو بأي سلعة أخرى لا يهم، ولن يكون هناك أي فارق لتطبق العقوبات. أعتقد بأن الأوروبيين يعرفون تماما، حتى عندما كانت الولايات المتحدة لا زال ضمن الاتفاق، فإن أوروبا عدة مرات كرروا وقالوا بأن الاتفاق جيد جدا، ولكننا لن نوافق على ما هو عليه الآن، ويجب أن نتحدث عن مسائل أخرى، وخاصة في خصوص مواقف إيران مع دول عديدة أخرى. فلا أعتقد بأنه لكي يكون هناك أي صفقات مع إيران فالأوروبيون سوف يعارضون الولايات المتحدة. النقطة الثالثة في السؤال حول تأثير العقوبات، أعتقد بأنهم بشكل متزايد يواجهون الصعوبات. في التقرير الذي سمعت عنه تحدثت عن نسبة التضخم التي بلغت حوالي 40%. نحن نعرف أنه بالنسبة لبعض الأغذية نسبة التضخم هناك تضخم كبير جدا، أو ما يسمى الهايبر انفليشن، أي يبلغ 50% من شهر مقارنة بالشهر الآخر. هذا ما لاحظناه على العديد من السلع الغذائية في إيران حاليا. فتخيلي لو لم يكن هنالك إنتاج، لأن التقديرات تقول بأن هنالك حوالي أو انتكاس الاقتصاد حوالي سالب 6%، فستقل بذلك الوظائف. تخيل السكان يعيشون في هذا الوضع من غير وظائف ومن غير دخل، وفي نفس مع ارتفاع الأسعار والتي تستمر بالارتفاع يوما بعد يوم. هذا هو الوضع الحالي في إيران. النقطة الأخيرة التي ذكرتها في سؤالك حول التصعيد العسكري، أنا أتفق تماما مع الجزء الأول وما ذكرت ضيفتك من نيويورك عندما قالت بأنه لا تسعى الجمهورية الإسلامية للحرب. هم يطلبون المساعدة ويطلبون التفاوض، ولأنهم يعرفون أنه لا يوجد حل نهائي مع الأمريكيين، فهم يطلبون مجرد التفاوض لنرى ما يمكن أن نفعله. نود أن نخرج من هذا الوضع الحالي. أنا أعرف أنه على عدة وسائل إعلامية فالمحللون قالوا بأن هذا هو تصعيد عسكري، ولكنني أختلف معهم بالرأي. أعتقد بأن إيران تريد أن تخرج من الوضع الحالي، ولذلك سعوا إلى الروس والأوروبيين. وما قاله رئيس الإيراني اليوم قال، أو في حديثه، لم يكن هناك شيء واضح فيه. الكلمة كلها كانت غامضة، لأنه يتحدث عن آماله بالغرب. وقاله ما الذي تقصده؟ وعندما طرح عليه السؤال، فهذه بداية التفاوض، أي العودة إليه بالسؤال. هذا ما حبت أن أجيب عنه.
واضح جدا، وربما أحمل هذا لسيد تيمور إدويدار إنه المسألة هي مسألة من يمكن أن يتنازل على طاولة المفاوضات أكثر من الآخر. واضح إنه الولايات المتحدة الأمريكية لديها خيار واحد تسير باتجاه واحد، هو إعادة التفاوض على الاتفاقية النووية، ويضاف إليها الصواريخ الباليستية ومسألة النفوذ والتوسع الإيراني في المنطقة. لكن السؤال، هل فيما يبدو حتى هذه اللحظة أن إيران غير مستعدة للتنازل عن أي مما حققته حتى الآن؟ هنا يأتي دور الدول الوساطة، ويأتي دور الدول التي يمكن أن تلعب دورا ما في إجلاس الأطراف على طاولة. دول أوروبية واحدة، الصين وروسيا أيضا من جهة أخرى، روسيا شو ممكن تعمل؟ روسيا وألمانيا أعتقد باستطاعتهم وفعلا يعملان في هذا النطاق مثل ما سميتها الوساطة، لكن أنا أعتقد أن سوف يتم الضغط أكثر وأكثر حتى من قبل موسكو على طهران للتنازلات، لأن التصعيد ليس في صالح أي أحد. طبعا من ناحية نتفهم أن واشنطن تسعى إلى ربما تركيع الحكومة الإيرانية أمام الواقع الذي تفرضه الولايات المتحدة. من ناحية أخرى يعني هناك اتفاقية فعلا مبرمة، وهناك قطاعات في البنية التحتية وغيرها كثيرة من في شهوة الشركات الأوروبية، فالكل يريد أن لا يكون أي تصعيد والعودة إلى يعني على خط مستوي. لكن يعني أنا في رأيي الشخصي الإيرانيين من ناحية نحن نتفهم أنهم في الركن الآن، لكن باستطاعتهم أن يكونوا أكثر ربما لباقة في التفاوض مع الغرب بالتحديد، ليس فقط مع الولايات المتحدة، وهذا ما رأيناه الإيرانيين يسعون لدفع الكتلة الأوروبية يعني التفاوض مع الأمريكان لمساعدة حل هذه الأزمة، وصراحة الأوروبيين لا يفعلون أي شيء. فهو موقف سياسي من ناحية، صحيح، وموقف اقتصادي من ناحية أخرى، والاقتصادي أقل من السياسي مثل ما ذكر دكتور جمشيد. نعم مثل ما ذكر الدكتور جمشيد، صح. فالروس بين البنين صدقيني. صحيح ليسوا في موقف لا قوي ولا ضعيف، إنما مترقب، وهناك صفقات يجب أن يتم الاتفاق عليها مع الأمريكان بدون حتى الإيرانيين. فكل هذه الأمور على الميزان الآن. يعني احنا نعرف أستاذ تيمور بأنه إذا أرادت أي دولة سواء روسيا ولا أوروبا وضع على كفة العلاقات مع إيران والعلاقات مع أمريكا، هي تفضل العلاقات مع أمريكا، بالآخر هي أفيد لها من العلاقة مع إيران. وكاميليا انتخابي فرد، سؤال أخير لو سمحتي. كل ما ذكرناه هو ينعكس، هو محاولة لاستقراء الانعكاسات على الداخل الإيراني. لما نحكي عن نسب تضخم عالية بتوصل ل 50%، عندما نتحدث عن بطالة تزيد، عندما نتحدث عن وضع اقتصادي أصعب وأصعب وضغط أكثر فأكثر، إلى أي مدى أو كم هو الشارع الإيراني قادر على تحمل هذا الضغط، وكيف يستقبل مثل هذه التصريحات الحادة من قبل قادته؟ هذا صحيح. إيران، الإيرانيون تلقوا ضربة من النظام الإيراني، وخيبات أمل واحدة تلو الأخرى، والخلافات بين الشعب وبين النظام، ولكن في نفس الوقت النظام يدرك مدى ضعف العامة، خاصة عندما حصلت انتفاضة ضد الحكم. واحدة من الأسباب هي أن النظام استبدادي، ونشاهد المتشددين والمتساهلين والإصلاحيين كلهم اصطفوا في صف واحد ضد الولايات المتحدة تخوفا من الشعب الإيراني. اليوم سمعنا حتى ظريف كان يرحب بالحرس الثوري وقادته،
وفي نفس الوقت نرى قادة الحرس الثوري يمدحون الحكومة. في السابق لم يحصل ذلك أو لم نعش مثل هذه التجارب. البعض سمع بأن هناك خلافات بين النظام ومسؤوليه وكل من كان يقف مع حقوق الملايين من الإيرانيين المنزعجين، ولكن واحدة من الأسباب الرئيسية هنا هي النظام يدرك أن أي خلافات بين الأطراف يمكن أن تخلق هذه الثغرات لكي ينتهز فيها الشعب الفرصة ويقف ضدهم. لهذا السبب شاهدنا اليوم كلهم في صف واحد والشعب في صف آخر، ولكن هذا الصف الواحد يجعلهم أقوى. ومع وجود الحرس الثوري في قائمة الإرهاب الأمريكية منع حصول على الكثير من الدخل والصفقات المصرفية، وهذا أيضا يزيد من الضغوطات على الحكومة وعلى النظام بأكمله. الولايات المتحدة لن ترفع أي عقوبات ما لم توافق إيران على التحدث عن مجموعة مختلفة تمام المشاكل سواء في المنطقة وكذلك الديمقراطية، كما سمعنا اليوم من الإفادة التي تقدمت لرئيس بومبيو والوزير الخارجية البريطاني وتقول الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب. هذا الحديث الآن الذي نسمعه ليس عن اتفاق والمنطقة بل عن تغييرات جذرية داخل إيران، والتي لا يريد أن يفتح النظام الباب لذلك. يريد أن يعرف إلى مستوى إمكان أوروبا أن تساعد الإيرانيين على عقد مفاوضات مع الولايات المتحدة، ولا أي حد يمكنهم تقديم التغييرات في المنطقة على سبيل المثال دعم حزب الله وحماس وكذلك الميليشيات في العراق وسوريا. ولكن هذه الضغوطات إذا ما استمرت والعقوبات فسوف يكون أكثر هشاشة، وفي نفس الوقت إذا ما رفعوا العقوبات أو إذا غادروا الاتفاق النووي فسوف يحال الأمر إلى مجلس الأمن وسوف يواجهون أوقاتا أصعب سيواجهونها مع المجتمع الدولي وكذلك شعبهم. صحيح، واضح أن القادة في إيران حريصون على عدم الوصول إلى هذه النقطة لمجلس الأمن. معلش كاميليا، يبدو أنه انتهى وقت هذا الملف في بانوراما، اعذريني فعلا على مقاطعتك. شكرا جزيلا لك كاميليا انتخابي فرد الكاتبة الصحفية الإيرانية ضيفتنا من نيويورك، وشكرا لك سيد تيمور ديودار المحلل السياسي ضيفنا من موسكو، والدكتور جمشيد أسدي الأكاديمي والمحلل السياسي ضيفنا من باريس. شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا، ألف شكر لكم جميعا.